بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الفدية، أي الفدية في الحج التي تشرع في الحج، وهي على قسمين: إما فدية نسك كفدية التمتع والقران، أو فدية جبران وهي التي تكون عن ترك واجب أو فعل محظور، عن ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام. هذه هي الفدية بنوعيها. هناك فدية التطوع، وهذه لا تتعلق بالحج، إنما هي فدية التطوع بإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت، مع الحج أو مع العمرة، أو يبعث بها من غير أن يذهب هو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى بالهدي، تسمى بالهدي، وهو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثة أيام. نعم، هذا الفدية عن فعل محظور، فدية عن فعل محظور من محظورات الإحرام. يحرم على المحرم أن يحلق رأسه، قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن ساق الهدي وهو متمتع أو قارن ساقه من الحل، فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره حتى يذبح هديه. وكذلك المحرم ولو لم يكن معه هدي فإنه لا يأخذ شيئا من شعاره حتى يؤدي مناسك العمرة، أو حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ولكن لو احتاج الإنسان إلى حلق رأسه وهو محرم، لو احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم بسبب مرض، وهذا المرض احتاج إلى العلاج، وهذا لا يمكن إلا بحلق الرأس أو بحلق شيء من شعر الجسم، فإنه يفعل ذلك، يحلق وعليه الفدية. فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
هذا في القرآن، يعني من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فيه تقدير في الآية فحلق، فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك هو الذبيحة. سبب نزول الآية كما في هذا الحديث أن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه القمل في رأسه. القمل معروف يؤذي، أصابه القمل في رأسه وهو محرم ومرض بسبب ذلك، حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على من على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني أظن، أرى بضم الهمز يعني أظن أن الجهد قد بلغ، يعني المرض قد بلغ بك ما أرى، أو ما أرى بالفتح، ما أرى، أرى الأولى بالضم يعني أظن، والثانية أرى يعني أبصر بفتح الهمزة. ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ، ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، ما أرى. ثم قال له ما نزلت به الآية، ما نزلت به الآية: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام على التخير. فدية الأذى على التخير ليست على الترتيب، فأو في الآية للتخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية بدأت بالأسهل فالأسهل، فدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخير. فهذا فيه دليل على مسائل: أولاً أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئاً من شعره، لا من رأسه ولا من غيره، حتى يحل من إحرامه. ثانياً أنه إذا احتاج إلى حلق رأسه أو أخذ شيء من شعر بدنه لأجل العلاج أنه يفعل ذلك ويفدي على التخيير بين هذه الخصال 3. ثالثاً دل الحديث على أن مقدار ما يعطى كل مسكين 1/2 صاع، أي مدان من الطعام، من الطعام 1/2 الصاع، لأن الصاع النبوي 4 أمداد، نصفه مدان، فيعطى كل مسكين 1/2 الصاع، كل مسكين 1/2 صاع، نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أتي بفرق، وهو وعاء فيه طعام يسع 3 آصع، وعاء يسع 3 آصع من الطعام يفرقه على 6 مساكين، لكل مسكين 1/2 صاع. هذه فدية الأذى. رابعاً في الحديث أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور، محظورات الإحرام، فإنه يفعله ويفدي، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. باب حرمة مكة. نعم، مكة لها حرمة، لها حرمة، والحرمة
مأخوذة من تحريم وهو المنع في اللغة. تحريم في اللغة هو المنع، والمحرم هو الممنوع منه. فمكة المشرفة لها حرم من حولها، لها حرم من حولها، له حدود وضعت عليه أميال أي أعمدة من كل جانب، وهذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلى خلاه أي عشبه، يعني لا يقطع العشب ولا الشجر الأخضر ولا تلتقط لقطته إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وينشد حتى يجد صاحبها. وهذا الحرم من دخله كان آمنا، فلا يجوز، لا يجوز أن يعتدى على أحد، على أحد فيه. من دخله كان آمنا أي أمنوه. وكانوا في الجاهلية على كفرهم يحترمون هذا الحرم، يلقى الرجل قاتل أبيه أو قريبه فلا يتعرض له في الحرم حتى يخرج من الحرم. فهذا الحرم جعله الله، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فكانوا في الجاهلية في قتل وقتيل وغارات وثارات وحروب، أما إذا جاءوا إلى الحرم استكانوا وأمسكوا عن القتال. والله جل وعلا يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فهذا الحرم له حرمة، ومن دخله كان آمنا. الله جل وعلا توعد من أراد فيه الإلحاد، قال تعالى إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه ولا والقادم إليه سواء، كل من في الحرام فهم سواء في الأمن، سواء العاكف فيه والباد، ولا يجوز لك أنك تأخذ مكان تحميه ولا يدخل ولا يجلس فيه أحد. إن كنت محتاجا إلى المكان اجلس فيه، أنت أحق به إذا سبقت إليه، لكنك تحتجزه وأنت ما تجلس فيه هذا لا يجوز، ما لك إلا ما تجلس. إذا لم تجلس خل أرض الحرم للمسلمين يجلسون فيها. حتى إن من العلماء من يرى أنه ما يجوز تملك البيوت، من العلماء من يرى أنه ما يجوز تملك البيوت في الحرم لباع مكة، وإنما من سبق يسكن حيث شاء، لكن الجمهور على أنه لا بأس بتملك البيوت وتأجيرها وبيعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل تنزل في دارك غدا قال وهل ترك لنا عقيل، يعني عقيل بن أبي طالب، من رباع أو دور، يعني باعها، دل على أنه يجوز بيع البيوت في الحرم والتأجير. واشترى عمر رضي الله عنه دار الندوة في خلافته وجعلها سجناً، دل على أنه يجوز بيع المساكن وامتلاكها. لكن
الذين يرون إن لا تملك ولا، هذا يدل على عظمة هذا الحرم، وأنه أن الناس فيه سواء، العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد هو الميل إلى الباطل، فمن يريد في هذا الحرم يعني مجرد نية في قلبه، إذا هم أن يؤذي المسلمين بقتل أو سرقة أو خيانة، إذا هم بقلبه أذاقه الله من العذاب الأليم. فكيف إذا نفذ هذا وعمل هذا؟ فالعقوبة عند الله عليه أشد. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا الحرم صانه الله سبحانه وتعالى، حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يجوز انتهاك هذا الحرم بأي أذى، بأي تخويف، بأي ترويع، بأي اعتداء، لا يجوز هذا. وهذا اعتداء على حرم الله جل وعلا، والله ينتقم لحرمه ممن أراده بسوء. هذا حرم مكة المشرفة من حولها. نعم. أحسن الله عليك. عن أبي شريح. باب حرمة مكة. أي نعم. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي. عن أبي شريح. نعم. خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه. نعم. أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قالك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. نعم. مما يدل على حرمة مكة المشرفة هذا الحديث الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم فتح مكة، حينما خطب في الناس في المسجد الحرام. فلما أراد سعيد بن العاص وهو أمير من أمراء بني أمية أن يجهز جيشا لغزو ابن الزبير في مكة، لغزو ابن الزبير رضي الله عنه في مكة، لأن ابن الزبير خرج على بني أمية واستولى على مكة على العراق، وصارت بينه وبينهم حروب، بينه وبين عبد الملك بن مروان حروب معروفة. فلما كان هذا الأمير يجهز نصحه أبو شريح رضي الله عنه
وبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذا الحرم لا يجوز أن يؤذى من فيه، لا يسفك فيه دم ولا يعرض شجره، وأن حتى الطيور تأمن فيه، لا ينفر صيد الطير والصيد والظبا وغير والأرانب في الحرم لا يجوز أن تنفر، فضلا عن أن تقتل. إذا كان هذا في الصيد فكيف ببني آدم بالمسلمين في الحرم؟ فهو نصحه أن يجهز هذا الجيش، لكن سعيدا برر لنفسه في أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا مخربا، وهذا صحيح أن الحرم لا يعيد العاصي، لكن هل ابن الزبير من هذا الصنف؟ هذا محل البحث، وهذا شيء لا ندخل فيه، وابن الزبير صحابي رضي الله عنه، ولا ندخل في هذا الأمر، لكن الحرم لا يعيد العاصي، فلو لجأ إليه مجرم فيضيق عليه حتى يخرج أو يمسك ويقبض عليه، لا يعيد عاصيا ولا يؤمن السراق الذين يدخلون للنشل والسرقة والخيانة، يمنعون ولو كانوا في الحرم، لأن هؤلاء مجرمون. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فالحرم لا يعيد المعتدي، بل يتخذ معه الإجراء الذي يكف شره، إما بأن يضيق عليه حتى يخرج، وإن استدعى الأمر أنه يقتل، إن لم ينكف شره إلا بالقتل إنه يقتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أما إذا أمكن أنه يقبض عليه بدون قتال فإنه يقبض عليه ويجرى معه اللازم الذي يمنع شره. هذا الحديث دل على حرمة الحرم، وأن حرمته قديمة يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، حرمة مكة كما ترجم المصنف، حرمة مكة، ولذلك تسمى بالبلد الحرام والمسجد الحرام الذي حرم الله الاعتداء فيه والأذى فيه، أنه بيت عبادة، محل عبادة، والناس يأتون إليه من كل فج عميق، يكون آمنا، يؤمن الناس فيه حتى يتمكنوا من عبادة ربهم وأداء شعائرهم. ثانيا، الحديث دليل على أن حرمته قديمة، وليس الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حرمته وأقرها وبينها، وإلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض جعل هذا المكان آمنا. ثالثا، في الحديث دليل على أنه لا يسفك فيه الدم، وأنه لا يعضد فيه الشوك والشجر، لا يعضد فيه الشجر، يعني لا يقطع الشجر، شجره لا يقطع والأخضر، أما ما كان يابسا فلا مانع من أخذه، أو انكسر لا مانع من أخذه، أما الشجر الأخضر فلا يجوز قطع شيء منه. وكذلك في الحديث الآخر يأتي: لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. ثالثا أو رابعا، فيه أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قتال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة كان بإذن الله، أذن الله له في ذلك،
ولهذا قال إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إذن خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم. وإذا أحسن الله إليك. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قينهم. أحسن الله إليك. فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد. نعم. وهذا كالحديث الذي قبله هو في حرمة مكة المشرفة وما يحرم فيها. أعيد الحديث. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يوم فتح مكة، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريشا في مكة الذين أخرجوه منها وضايقوا المسلمين فيها حتى اضطروهم إلى الهجرة. الله جل وعلا أذن لنبيه في هذه السنة أن يغزو قريشا، وفتح الله عليه مكة. واختلف العلماء رحمهم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة أو صلحا؟ هل دخلها عنوة بقتال؟ ودخلها صلى الله عليه وسلم وهو على رأسه المغفر، أنت يعني لباس القتال، دخلها الصحابة معه وهم متقنعون بالدروع. والراجح والله أعلم أن بعضها عنوة وبعضها صلح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلها بعضها عنوة وبعضها جرى الصلح بينه وبين قريش فيها. هذه قضية غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، وأنه برخصة من الله عز وجل، هو الذي أذن فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الفتح الأعظم الذي قال الله جل وعلا فيه: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا الفتح جعله الله نصرا للإسلام والمسلمين. لما استولى النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وسقطت إمارتهم على مكة وصارت في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش هي تاج العرب، حين ذاك العرب كلهم جاءوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهو فتح عظيم ونصر كبير للإسلام والمسلمين. خطب صلى الله عليه وسلم صبيحة الفتح، فقال عليه الصلاة والسلام مما قال: لا هجرة بعد الفتح. الهجرة معروفة، هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة، هي الهجرة الشرعية. أما الهجرة في اللغة فهي الترك مطلقا، ترك الشيء هجره،
والرجز فاهجر، أي اترك عبادة الأصنام. فالهجرة في اللغة الترك، وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وفيها فضل عظيم، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله، والمهاجرون لهم فضل على غيرهم، قدمهم الله على الأنصار لفضلهم، تركوا أوطانهم وبلادهم، خرجوا في سبيل الله عز وجل، لهم فضل، المهاجرون لهم فضل، فضل عظيم. وقوله لا هجرة بعد الفتح هذا نفي، أي لا تشرع الهجرة بعد ما فتح الله مكة. لا هجرة يعني من مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها وصيرورتها دار إسلام، فلا حاجة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً في الدين فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. الهجرة باقية، فليس معنى قوله لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة نسخت وانتهت، ولكن المراد هجرة خاصة، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله بالفعل وحمل السلاح والغزو في سبيل الله، وهذا باب عظيم من أبواب الخير، الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا سنحت الفرصة للجهاد في سبيل الله وعند الإنسان مقدرة واستطاعة فهو من أفضل الأعمال لإعلاء كلمة الله عز وجل. هو أفضل من الإنسان يصوم النهار ويصلي كل الليل، الجهاد في سبيل الله أفضل من التفرغ للعبادة وقيام الليل والصيام النهار، أفضل بكثير. ونية يعني إذا لم يكن فيه جهاد قائم فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله، يكون عنده نية يؤجر على هذه النية. ولكن جهاد ونية يعني جهاد مع وجود الجهاد، أو نية إذا لم يكن الجهاد موجودا فإنه ينوي بقلبه أنه سيجاهد متى ما سنحت له الفرصة ويؤجر على هذه النية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولم يحدث نفسه، هذا هو النية، حدث نفسه بالغزو، هذا هو نية الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام نادى بالجهاد، فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا مع الإمام للجهاد في سبيل الله ولا يتخلفوا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالنفير هو أن الإمام
يطلب من المسلمين الغزو، يفتح باب الاكتتاب للغزو في سبيل الله، فيجب عليهم أن ينفروا معه للجهاد في سبيل الله. وهذا دليل على أن الجهاد من صلاحيات الإمام، أنه هو الذي يأمر به وهو الذي يتولى تنظيمه وهو الذي يشرف عليه. الجهاد ليس فوضى، كل من أراد يحمل السلاح ويطعن ويقتل، هذه فوضى وفساد. لا بد الجهاد له ضوابط، جهاد في الإسلام له ضوابط وله أحكام، ما هو فوضى مثل ما يظن بعض الناس. وإذا استنفرتم فانفروا، فدل على أنه إذا لم يستنفر لا ينفر، ما ينفر من نفسه هو، وإنما إذا استنفر، استنفره الإمام وعنده مقدرة أنه ينفر، ينتهز الفرصة، لأن هذه فرصة ثمينة، هذه من فرص الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا قام سوق الجهاد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهي فرصة للمؤمن الذي يقوى على الجهاد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فإذا استنفر الإمام الرعية للجهاد، فكل من أو أمر عليه، إذا أمر على الشخص بعينه يتعين عليه، يكون فرض عين. أما إذا لم يأمر عليه بعينه وإنما استنفر، هذا فرض كفاية، فرض كفاية. إذا استنفر نفيرا عاما ولم يعين، هذا فرض كفاية، من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأما إذا عين الشخص، قال يا فلان اغزو، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا. وإذا استنفرتم، إذا استنفرتم فانفروا. نعم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. هذا مضى في الحديث الذي قبله. نعم، أحسن الله إليك. نعم. باب ما يجوز. أكمل أكمل. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل. مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. نعم. وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهذا خاص، وهذا بإذن من الله جل وعلا، وأيضا هو ساعة من نهار، ساعة من نهار، ما ليست مدته طويلة، إنما هي ساعة من نهار. نعم. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي نعم. ساعتي هذه. نعم. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. والرخصة إنما تتقيد بحدها فقط، ولا يزاد عليها غير ما حدد لها، الرخصة بقدرها كما يقول العلماء، الرخصة تقدر بقدرها. نعم. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع. العضد معناه القطع، الشوك اللي ما تتأذى به لا تتعرض له. نعم. ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده من أمكنته، طيور أو غيرها في أمكنتها وجحورها وأوكارها لا تنفر ولا تهيج، هي آمنة، هي آمنة. نعم. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة كما علمتم هي المال
الذي ضاع من صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الذي ضاع من صاحبه. وهذا على قسمين، قسم أن يكون خارج مكة، هذا له أحكام إذا كان خارج مكة، أما إذا كان في داخل الحرم فإنه يختلف عن اللقطة خارج الحرم. اللقطة داخل الحرم لا تحل إلا لمن ينشدها دائما، أما اللقطة خارج الحرم فينشدها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها فهي لملتقطها، أما لقطة الحرم فيستمر إنشادها ولا يمتلكها ملتقطها، يستمر إنشادها إلى أن يجد صاحبها، فإن كان لا يستطيع القيام بهذا يتركها في مكانه لا يلتقطها، إن كان عنده القدرة على أنه ينشد عليها إلى أن يجد صاحبها فليأخذها، إذا كان ما عنده القدرة يتركها في مكانه. نعم. فلا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. نعم. ولا يختلى خلاه، العشب، الخلاء العشب، لا يختلى يعني لا يقطع، لكن لا بأس أنه ترعاه الدواب، لا بأس أنك تخلي دوابك ترعى منه، لا حرج في ذلك، أما أنك تقول لا أنا بجمع العشب وبخزنه كما هو في البراري، هذا لا يجوز في الحرم، ما يجوز أنك تحتشه وتجمعه وتخزنه، أما أنك تخلي البهائم ترعى ما في معنى. نعم. فقال العباس إلا الإذخر، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، مستدركا لحاجة الناس قال إلا الإذخر، والإذخر نبات معروف في مكة من نبات الحجاز، نبات معروف يتخذونه للسقوف، يجعلونه في سقوف البيوت ويستعمله الحدادون في حدادتهم، فإنه لقينهم، ونعم، وكذلك يجعل في القبور، يجعل في حينما يسدون اللحد على الميت يجعلون فيه شيء من الإذخر من أجل يمنع تساقط التراب على الميت، يسدون الخلل الذي يكون بين اللبن، يسدونه بالإذخر لهذا النبات. نعم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال لقينهم، عرفنا القين هو الحداد اللي يشتغل بالحدادة، وأما البيوت فللسقوف، يستعمل للسقوف حينما يسقفون البيوت ويجعلون الخشب والأشياء السقفية، يجعلون من بينها هذا الإذخر، لأنه يسد الفتحات لئلا يتساقط الطين والتراب من خلال الأخشاب. نعم. فقال إلا الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر الله جل وعلا، هذا بأمر الله، هذا تخصيص العام، لما قال لا يختلى خلاه استثنى هذا وخصصه بالإذخر، الإذخر يجوز أنه يقطع ويؤخذ من أجل هذه المصالح. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يجوز قتله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم. تقدم أنه لا ينفر صيد الحرم، وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في الحرم كما أنه يقتل في الحل دفعاً لأذاه، وهذه الخمس الفواسق، فواسق جمع فاسقة، والفسق في اللغة الخروج، سميت هذه فواسق لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات، هذه الدواب لا تؤذي، لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة، الغراب
الغراب المعروف الذي يأكل الجيف لأنه مؤذي، والحدأة وهي طائر يختطف اللحم يؤذي الناس، والفأرة لأنها تؤذي في البيوت، فإذا كانت في البيوت تؤذي كما هو معروف، وقد تشعل النار في البيت ويحترق على أصحابه، فهي مؤذية تقتل ولو كانت في مكة ولو كانت في الحرم دفعا لأذاها. والعقرب أنها من ذوات السموم فتقتل دفعا لشرها. والكلب العقور، الكلب الذي يعقر الناس، العقور الذي يعقر الناس، يعض الناس، يعتدي عليهم ويعض الناس، هذا يقتل دفعا لأذاه. وأما الكلب الذي لا يؤذي هذا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم، ما يجوز قتل الكلب الذي لا يؤذي. قد جاء في الحديث النهي عن قتل الكلاب إلا ما كان منها مؤذيا. نعم. أحسن الله إليك. باب دخول مكة وغيره. يكفي، نقف عند أحسن الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أفضل الكتب المؤلفة في موضوع الحج؟ الكتب المؤلفة في أحكام الحج كثيرة، كثيرة جدا ولله الحمد. منها ما هو باب أو كتاب في مؤلفات الفقه أو في كتب الحديث، كل كتاب من كتب الفقه أو الحديث فيه كتاب الحج، تذكر فيه أحكام الحج وأحاديث الحج. وهناك مؤلفات مستقلة، منها ما هو موسع مثل كتاب القراء لقاصد أم القرى للطبري، كتاب جيد، كتاب حديث ثم يذكر فقه الحديث ويذكر الخلاف في بعض المسائل، أو كتاب مفيد جدا. ومثل كتاب الشيخ بن جاسر رحمه الله القاضي المعروف، له كتاب يتكون من مجلدين ضخمين، وقد جمع فيه من أحكام الحج ودقائق أحكام الحج وفقهيات الحج الشيء الكثير، مع الدراسة لها والمقارنة والترجيح. أو كتاب جيد بحق، أنه كتاب جيد. كذلك كتاب للنووي، كتاب للنووي في موضوع الحج، كتاب ضخم أيضا، وعليه حاشية لابن حجر الهيثمي، كتاب جيد في هذا الموضوع. هذه بالمطولات، هذا ما أعرفه من المطولات، لا فيه مطولات كثيرة، وفيه مختصرات، فيه مختصرات من أحسنها منسك شيخ الإسلام بن تيمية، مختصر جيد مفيد فيه تحقيق لا تجده في غيره، منسك شيخ الإسلام بن تيمية. ومثله تحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكتاب جيد ومفيد مقرون بالأدلة، كل هذه ولله الحمد كتب جيدة ومفيدة. وهناك كتب كثيرة في مناسك الحج. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الكفارة في الحلق على الترتيب، وهل بقية يقول هل الكفارة في الحلق للمحرم على الترتيب أم التخيير، وهل بقية المحظورات لها نفس الكفارة؟ هل سمعتم الكلام في هذا أن على التخيير وليست للترتيب، وأن أو للتخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أنها على التخيير وليست على الترتيب، فلو صام يكفي، لو أطعم يكفي، لو ذبح يكفي، أي واحدة فعلها تكفي. والآية مجملة والحديث فصلها وبينها، ففدية من صيام، الله ما بين الصيام كم هو، الرسول بين أنه 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة
القرآن أجمل ولم يبين. الرسول بينا بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك. النسك معروف أنه الذبيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول أو نسك أيضا عام لأنه يشمل البعير والبقرة. الرسول بين قال انسك شاة. نعم. يعني يأخذ شاة أو سبع بدنها أو سبع بقرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يحل أخذ نقطة الحرم لإعطائها المسؤولين في الحرم؟ أي نعم، إذا دفعتها للمسؤولين وكلتهم هذا توكيل، وهم يقومون بالبحث عن صاحبها، وأيضا الحجاج يذهبون إليهم، يذهبون إلى الموضع الأول المكتب، يذهبون إلى المكتب الذي أعد للضائعات يذهبون إليه، فإذا دفعتها إليهم برئت ذمتك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل الهم في المعصية في الحرم هو الهم الجازم أم حديث النفس وتسويل الشيطان؟ ما يرد فيه بالإلحاد، يرد إرادة أو مجرد يعني تفكير أو وسواس؟ لا، يريد، لو تمكن نفذ، مجرد ما ينوي يأثم على هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل من اعتمر ونسي أن يقصر أو يحلق ثم عاد إلى بلده وارتكب بعض المحظورات ومنها الجماع، فما الحكم؟ إذا نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده فعليه أن يبادر ويخلع المخيطات ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، وبهذا يتم نسكه. فإن حصل منه جماع فقد فسدت عمرته. إن حصل منه جماع يذبح شاة إن شاء الله وعمرته صحيحة. إذا حصل منه جماع قبل الحلق يذبح شاة في مكة، ويوزعها على الفقراء وتكون عمرته قد تمت بإذن الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل الصلاة في العزيزية وما حولها مما هي داخل حدود الحرم تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام يشمل الحرم كله، كل ما هو داخل الأميال، كل ما يحرم صيده ويحرم أخذ لقطته، كله حرم وتضاعف فيه الصلاة والعبادات. وهذه مسألة مهمة يحتاجها الناس اليوم. الناس اليوم يتزاحمون في المسجد الحرام وقت الحج في الصلوات الخمس، ويتزاحمون في رمضان ويتقاتلون، بعضهم يحصل عليه ضرر أو يحصل عليه كسور أو خطر. هذا لا يجوز يا أخي. الحمد لله، إما أنك تؤدي العمرة وترجع لبلدك، وإن أردت البقاء في مكة تروح للعزيزية أو لأي مكان وتجلس فيها وأنت في الحرم وتصلي في مساجد مكة، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت في حرم. ولا تضايق الناس وتضيق على نفسك وتعرض نفسك للخطر. مكة كلها ولله الحمد كلها في الأجر سواء، فلو أن الناس أخذوا بهذا لاستراحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، أدى طواف الإفاضة، أدى طواف القدوم، أدى صلى الله عليه وسلم طواف القدوم لأنه قارن، أدى طواف القدوم، ومعه الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، فسخوا الحج إلى عمرة، صاروا متمتعين، والذين معهم هدي بقوا على إحرامهم، صاروا قارنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح ونزل فيه، ولم يذهب إلى المسجد الحرام. كل أيام إقامته في الأبطح، ما ذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف فقط. وأنت تضيق على نفسك أن تحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبداً. العلماء الذين نعرفهم، مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، ما يروحون يصلون رمضان في الحرم، يصلون في المساجد في العزيزية أو في الشيشة، فيسير على الناس. الشيخ ابن حميد كذلك ما يروح إلا للدرس
وإلا تروح يصلي في مسجد العزيزية عند بيت، هذا فيه توسعة على الإنسان وعلى إخوانه المسلمين وفي رفع للحرج، فليت أن الناس يتنبهون لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل نقيس على الفواسق في الحرم الدواب الضارة كالحيات وغيرها وكالوزغ؟ الحية جاء في رواية، الحية جاء في رواية أن الحية تقتل أيضا، وهي أولى قتل من العقرب، لأنها أشد خطر على الناس. نعم. كل ما يؤذي، كل ما يؤذي ولا يندفع عذاه إلا بالقتل فإنه يقتل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل يريد الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ودخل مكة في اليوم الرابع بدون إحرام وأحرم بالحج في اليوم الثامن. رجل يريد الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. ودخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة بدون إحرام وأحرم بالحج في اليوم الثامن من الميقات، فهل فعله صحيح؟ من الميقات، رجع إلى الميقات. إذا كان رجع إلى الميقات الذي تعداه وأحرم منه فقد استدرك ولا شيء عليه. نعم. أما لو أحرم من مكة يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شرب الزعفران للمحرم؟ فقد قال أحد طلبة العلم إنه من الطيب ولا يجوز شرب القهوة الذي فيها زعفران. مر بكم الحديث: لا، المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، الزعفران نوع من الطيب ولا يشرب للمحرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الجهاد في مثل هذه الأزمنة والتي تكثر فيها الفتن؟ يا أخي، هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال، سأله السائل: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العبرة بالنية والقصد، إذا كان قصده إعلاء كلمة الله فهو في سبيل، لكن بشرط أن يكون مع جهاد منظم من ولي الأمر، أمر المسلمين، يكون تحت راية المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم إقامة وليمة عشاء لمدير أو رئيس من قبل الموظفين عنده؟ ما هو طيب هذا، فيه اتهام أنه يبي يحابي معهم ويتساهل معهم، فمديرك لا تقدم له شيء إلا مع الناس، إذا عزمت الناس تعزمه ما يخالف، إلا من تزوجت وحطيت وليمة، ولا جاك أحد وحطيت وليمة وناديته مع الناس ما في بأس، أما أنك تخصه بعزيمة هذا فيه اتهام. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: امرأة ربطت باللولب فإذا أتتها الدورة الشهرية عليها. نعم. امرأة ربطت باللولب فإذا أتتها الدورة الشهرية عليها فإنه ينزل لمدة 3 أيام دم لونه بني، ثم بعد ذلك تنزل الدورة لمدة 7 أيام، فهل تعتبر المدة الأولى 3 أيام من الدورة؟ نعم، إذا كانت متصلة بالدورة فهي منها، 3 أيام ثم نزل الدم يعني متصل، فإنه يعتبر من الحيض، وتكون عادتها 10 أيام، زادت، والعادة تزيد أحيانا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يمشي وهو يصلي بقصد سد الثغرات في الصف الذي يقابله؟ يجوز المشي خطوات لحاجة، يجوز أنك تمشي خطوات لحاجة، كأن يكون أمامك فرجة تسدها، أو تتأخر عن شيء، أو تتقدم عن شيء تحتاج إلى المشي خطوات، ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وهو يصلي في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة الفريضة صعد على المنبر ونزل من المنبر وهو يصلي من أجل علم الناس، يبين لهم، فهذا لا بأس به، للحاجة لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
من هم بإلحاد في الحرم عذبه الله، كيف نجمع بينه وبين حديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ هذا عام وحديث الحرم خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فالحرم من هم يعذبه الله مجرد الهم، أما غير الحرم من نوى ولم ينفذ فليس عليه شيء. هذا خاص ولا عام، ما بينهم تعارض أبدا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي حدود الحرم التي لا يجوز أن يفعل فيها محرما أو معصية أو ترويع آمنين وغير ذلك؟ محدد يا أخي، محدد من 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 قديم الزمان، من عهد الخلفاء، ومبني عليه علامات، مبني عليه علامات من جميع الجوانب، ثم جددت هذه العلامات الآن ووضحت، فلا فيها خفا والحمد لله. فيها أعمدة مقامة من الرخام من وقت العباسيين، ثم جددت في هذه الأيام بالإسمنت والمسلح. نعم. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة يقول السائل: بعض الشباب في الحرم وخاصة في العشر الأواخر عندما يخرجون من المسجد الحرام خاصة بعد صلاة التراويح يحجزون أماكن لهم لأنهم يرجعون بعد فترة قصيرة، وهذه طريقة غالب الناس عامة، ونرى بعض طلاب العلم يفعلون هذا، فما هو التوجيه؟ والله هذا لا ينبغي، ما في شك إن هذا إنه احتجاز للمسجد الذي جعله الله للسابق لمن يسبق. لكن إن كان يخرج لحاجة ويرجع قريبا فلا مانع، يعني بيروح يتوضأ ولا بيروح يتغدى ولا يأكل ثم يرجع، هذا لا بأس به. أما إذا كان والله بيحجز يروح ينام في بيته أو يروح يسهر ويضحك ويمزح مع ربعه مع هو حاجز الحرم، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجر على الحج إذا كان نائبا عن شخص آخر، وما حكم أن يأخذ أكثر من حاجته؟ هذا حسب النية، إن كان قصده طمع الدنيا فليس له حج، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إلى آخر الآية، تعرفون الآية. إذا كان قصده يوم يحج يبي الطمع هذا ما له حج، لا يكلف نفسه، ما له إلا الطمع اللي هو أخذ. أما إذا كان قصده الحج والعبادة وأخذ المال يستعين به على الحج وينفق على نفسه في الحج فلا بأس بذلك. ولهذا يقولون: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ، من أخذ ليحج فليأخذ، أما من حج ليأخذ فلا يحج. وإذا أعطاه الموكل شيئا ولم يشترط عليه أنه يرد الزائد فهو له، إذا ما شرط عليه أنه يرد الزائد فهو له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ميقات وادي محرم، وهل يجوز الإحرام منه؟ وادي محرم هو السيل، هذا طرف السيل، لأن المحرم هو الوادي الممتد من الطائف إلى ما قرن المنازل المعترض هذا، فهو محل الإحرام، سواء جئته من قرن المنازل أو جئته من الطائف تحرم من هذا الوادي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يحرم إزالة أي شعر من الجسم إذا كان الإنسان محرم؟ لا، يجوز إزالة الشعر لا من الرأس ولا من الجسم حتى يحل من إحرامه. نعم. أحسن الله إليك. يقول أيضا: هل يجوز للمتمتع والقارن أن يحلق قبل أن يذبح في الحج؟ نعم، لا بأس، إذا رمى الجمرة هو عليه يوم العيد أربعة أشياء، عليه الرمي وعليه الحلق أو التقصير وعليه ذبح الهدي إذا كان قارناً أو متمتعاً وعليه الطواف، طواف الإفاضة والسعي، أربعة مناسك. كونه ينظمها أولاً يرمي الجمرة
ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يلبس ثيابه ويتطيب، ثم ينزل إلى مكة ويطوف يسعى. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو حلق ثم رمى، أو ذبح ثم رمى، أو طاف راح للبيت على طول وطاف ثم رجع ورمى، ما في معنى. ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا فيه تيسير على الناس، لأن فيه من الناس من ذهابه إلى مكة أيسر له من الرمي، ومنهم بالعكس من هو الرمي أيسر عليه من الذهاب إلى مكة. فالناس يتفاوتون في هذا، هذا فيه توسعة على المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو كان الرجل يريد أن يضحي، فهل يحلق بعد أن يضحي عنه وكيله الذي وكله بالذبح؟ أي نعم، إذا وكل من يذبح الأضحية عنه في بلده فلا يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعوره حتى تذبح الأضحية. أما الرأس إذا رمى الجمرة لا بأس أنه يحلق، لأن هذا نسك، يحلق رأسه للنسك. أما أخذ الأظفار وقص الشارب وحلق العانة وإزالة شعر الآباط، هذا إذا ذبحت الأضحية. نعم. واليوم الحمد لله الجوال والتلفون يعني كأنك في بيتك، تتصل وتعرف متى ذبحت الأضحية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من أحرم بالعمرة ولما وصل مكة في رمضان كان متعباً وزحام شديد فخلع الإحرام، فما هو الحكم وماذا يجب عليه؟ هذا ما هو بهواه يخلع الإحرام، كان بقي بإحرامه لما يتيسر له فرصة ويؤدي العمرة. عليه الآن أنه يعيد الملابس الإحرام ويخلع المخيط ويتجنب المحظورات ويذهب المكة ويؤدي العمرة التي أحرم، لأنه ما زال محرماً، ما زال محرماً. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: طفل اعتمر وبقي عليه شوط من السعي ولبس المخيط ولم يحلق رأسه، فماذا عليه مع أنه دون البلوغ؟ عليه أنه إذا تذكر أنه يخلع ملابس المخيطة ويعيد الإحرام ويكمل عمرته، يكمل عمرته. أما إذا كان كمل العمرة وحصل منه لبس مخيط ما بجهل فليس عليه شيء، الجاهل ما عليه شيء. نعم. المهم أنه كمل مناسك العمرة، وإذا حصل منه لبس مخيط قبل يكمل جاهلا ما عليه شيء، أو ناسيا ما عليه شيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعد أن أكملت السعي في العمرة قام صديقي بقص بعض أطراف رأسي ولم يمر عليه كله، فما الحكم وماذا يلزمني؟ الحكم ما دام أنه قص من شعر رأسك بنية التحلل، أنت ناوي هذا، نويت وكلته أنه يقص من شعر رأسك وأخذ من عموم الرأس من جوانبه، هذا يكفي إن شاء الله. المهم النية، أنك نويت ووكلته أنه يقص. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: تعلمون الزحام الحاصل أثناء الحج، وأريد الحج هذا العام بإذن الله، فهل الأفضل أن أحج متمتع أو قارنا أو مفرد؟ مخير وتفعل الأسهل عليك، شئت تمتع وإن شئت تقرن وإن شئت تفرد، حسب الأسهل عليك. وإن أردت الأفضل ولو مع المشقة فالتمتع أفضل، ثم القران ثم الإفراد، هذا الأفضلية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: عندي عمل خاص، وهذا العمل له أسرار أحتفظ بها، وأشترط على العمال الذين يعملون معي شرطين: الأول ألا يخرجوا أسرار هذا العمل أبدا، الثاني ألا يعملوا بهذا العمل إذا خرجوا من عندي، فهل هذا جائز؟ نعم، مسلمون على شروطهم. ما دام شرطت عليهم وعليك ضرر لو أنهم أخبروا بهذا العمل أو عملوه خارج نطاق عملك وعليك ضرر في هذا وشرطت عليهم، هذا المسلمون على شروطهم، لا يجوز لهم هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل:
إن من دعاة الأشاعرة بشرط أن يكون هذا العمل حلالا، أما إذا كان أنه سر محرم فلا يجوز هذا، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إن من دعاة الأشاعرة المعاصرين ينكر على السلف عقيدتهم بعدم التأويل في المتشابه، ثم هو يشرح عقيدته التي تقوم على التأويل، ثم يقول: إن كان هذا هو معتقد السلف أي عدم تأويل المتشابه، لماذا شنع ابن تيمية عندما فسر الوجه بالجهة في قوله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله؟ هذا جاهل، هذا جاهل ما يدري عن اللغة العربية. الوجه في اللغة العربية له عدة معاني، منه الوجه الذي هو الوجه المعروف الذي هو ثابت لله عز وجل، وأيضا هو في المخلوقين وجه معروف، الوجه معروف، وهذا هو الصفة الذي هو من صفات الله، صفة ذاتية لله عز وجل. ويراد بالوجه الجهة أيضا، الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الجهة، الجهة التي يتوجه إليها المصلي، وهذا إذا كان في السفر يتنفل على الراحلة، يتنفل أينما توجهت به راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لا يعرف القبلة واجتهد في تحريها وصلى بما أدى إليه اجتهاده، ثم تبين له بعد ذلك أنه خطأ، صلاته صحيحة لأنه فعل ما يقدر عليه، فعل ما يقدر عليه. أينما تولوا فثم وجه الله. والآية قيل إنها نزلت في هذه القضية، أن ناسا كانوا في السفر اجتهدوا في القبلة وصلوا، ثم لما جاء النهار أدركوا أنهم ليسوا على جهة القبلة، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني الجهة التي أمركم الله أن تتوجهوا إليها. فهذا لا يعرف اللغة، أو أنه مغالط، يعني بعضهم يعرف لكن يغالط في هذا ويلبس على الناس، يجب عليه أن يدرس اللغة أولا ويعرف معاني الوجه وما يراد به في كل سياق، ما هو يتكلم كذا ويلبس على الناس. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.